السلام عليكم. ازيكم؟ خلاص اثيوبيا ابتدت تلعب معاك في الجد بقى. اثيوبيا بتصعد عسكريا ودخلت تحتل اقليم داخل الصومال في تصعيد عسكري خطير جدا. مش بس كده، اثيوبيا في تحدث مع الحكومة السودانية عشان تخش داخل مطار بورت سودان. مش بس كده، دولة ارض الصومال بتصعد هي كمان ضد الحكومة المصرية. السؤال هنا سؤال مهم جدا، ايه رد فعل مصر على التحركات العسكرية الاثيوبية الاخيرة اللي حصلت اخر 24 ساعة رسميا؟ يعني خلي بالك قبل كده كانت تغريدات على التويتر، ماشي، دلوقتي احنا بنتكلم صحف تتكلم على تحركات عسكرية داخل اراضي الصومال. مش بس كده، السؤال المهم، الصومال هتعمل ايه؟ تركيا هتعمل ايه؟ وخلي بالك تركيا موقع اتفاقية دفاعية مع الصومال، هي كمان نفس الاتفاقية الموقعة مع مصر موقعها مع تركيا. تركيا هتعمل ايه؟ هتسكت على اللي بيحصل ده في الصومال ولا ايه دورها في الموضوع؟ الحقيقة الفيديو ده فيديو مهم جدا، كل اللي حوله لك بالمصادر بالصور بالخرائط. بص يعني انا جايب لك حاجة ما فيهاش تأويل كتير، لان ما تنساش ان اللي بيحصل في الصومال من تحركات اثيوبية هو مرتبط باسرائيل، باللي على حدودك مع سيناء. كل ما تلاقي تصعيد من اسرائيل هتلاقي تصعيد من اثيوبيا، الاثنين مرتبطين ببعض. سؤال بقى، اثيوبيا عملت ايه؟ هستعرف هقول لك، بس انا اقول لك لازم احكي لك القصه من الاول. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو انت ازاي مش بتستثمر في البورصه المصريه؟ انت عارف ان البورصه السنه اللي فاتت عامله ارباح اكتر من 70%؟ في اسهم كتير حققت 200 300 وحتى 500%. هتسالني وانا ممكن اعمل كده ازاي؟ ده انا معرفش اقتصاد ولا استثمار ولا ازاي اشتري ولا بيع في البورصه ولا اعمل خطه استثماريه ولا اعرف تحليل مالي ولا فني ولا حتى اعرف اي الشركات اللي في البورصه. هقول لك انك مع راعي النهارده مش محتاج غير انك تتواصل معاه، لان هو اللي هيعمل كل حاجه وهيعرفك كل حاجه. راعي النهارده هو شركه فيصل لتداول الاوراق الماليه. شركه فيصل مؤمنه بان البورصه هي افضل طريق لمضاعفه اموالك وتكوين ثروه. شركه فيصل ما عندهاش غير هدف واحد بس، تحقيق اعلى ارباح للعملاء. لان ببساطه شركه فيصل عندها افضل محللين وباحثين في البورصه معتمدين من هيئه الرقابه الماليه، بيتابعوا الاحداث والاخبار لحظه بلحظه وبيعملوا تقارير وابحاث ماليه وفنيه واقتصاديه لمساعده العملاء للوصول لافضل الاستثمارات واحسن وقت تشتري فيه وامتى تبيع وتكون كسبان. شركه فيصل بتخصص ليك مدير حساب من بين مجموعه من اكفأ مديرين الحسابات الخبره والمحترفين، وحضرتك ممكن تتعرف عليهم من خلال متابعه قناه شركه فيصل على اليوتيوب اللي بتقدم ليك برنامج يومي مميز وهو الاكثر متابعه في مجال التداول في البورصه المصريه. وعشان تكون مطمن على فلوسك احب اقولك ان شركه فيصل هي احدى شركات بنك فيصل الاسلامي، واحد من اكبر 50 كيان اقتصادي في مصر، مملوكه بالكامل البنك. عشان كده يهمني جدا انك كمستثمر ما تفوتش فرصه وتتعاقد مع شركه فيصل، دليلك لتحقيق الارباح. نخش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص تحركات اثيوبيا الخطيره العسكريه داخل الصومال. الحقيقه انا هبتدي معاك من قصه كده مهمه جدا. كان في جريده اسمها ذا ريبورت. جريده ذا ريبورت بتقولك على فكره حاليا في الصومال في مهمه تابعه للاتحاد الافريقي او بعثه عسكريه تابعه للاتحاد الافريقي. البعثه العسكريه دي بتسمى الـ ATMIS او African Union Transition Mission in Somal. مختصرا كده الـ ATMIS قوات مشكلها الاتحاد الافريقي عشان تحارب حركه الشباب الارهابيه اللي موجوده في الصومال. والقوات دي مكونه من اكتر من دوله، من ضمنها القوات الاثيوبيه دخلت جوه المهمه دي. والحقيقه القوات الاثيوبيه متمركزه في منطقه اسمها جيدو. منطقة جيدو دي موجودة في شمال الصومال، دي مساحتها 85,000 كيلومتر. والحقيقة ان منطقة جيدو دي مهمة جدا جدا، دي اللي فيها القلق كله ودي اللي بتتمركز فيها حركة شباب الصومالية الارهابية. ماشي كده يا باشا، اكتر قوات من اثيوبيا موجودة داخل المنطقة دي. المنطقة دي لو جيت تبص على خريطة بتاعتها هتلاقي انها مكونة او مقسمة لاكتر من منطقة. طيب ايه المناطق اللي جوه جيدو؟ والله مناطق زي الوعد، مناطق زي بدهيري وباليت هاو، ومنطقه اسمها دولو، ومنطقه اسمها جربهيري، ولوب، وبردوهبو. بص اسماء غير طبيعيه. السؤال بقى ايه اللي يهمنا في الموضوع ده كله؟ اللي يهمنا ان منطقه جيدو دي فيها ثلاث مطارات.
مطار في منطقة دولو، ومطار في منطقة لوك، ومطار في منطقة برديري. ماشي كده يا باشا؟ تمام. المشكلة ايه بقى؟ المشكلة ان الصومال طلبت بانهاء مهمة الاتحاد الافريقي اللي اسمها الـ ATMIS. قالت لهم والله احنا تمام كده، وتنتهي اخر السنة، واحنا عاوزين بعثة جديدة عسكرية من الاتحاد الافريقي. فالاتحاد الافريقي هيشكل بعثة جديدة اسمها الاوسم. خلاص، الاوسم فيها قوات مصرية بدل القوات الاثيوبية. خلاص، فجريد ذا ريبورت تقول لك على فكرة بعثة الاوسم دي اللي هي قوات عسكرية جديدة من الاتحاد الافريقي ما فيهاش قوات اثيوبية، لازم تعرف ان ده حصان طروادة اللي مصر هتدخل بيه قوات على الحدود مع اثيوبيا، هم مسمينها كده، وقال لك ده الحصان اللي جواه قوات مصرية. هزائم متتالية ألحقت بحركة الشباب الصومالية الإرهابية خسائر عدة، كانت سبباً مباشراً في تأكيد الحكومة الصومالية قدرتها على تولي زمام الأمور وإحكام السيطرة الأمنية على البلاد نهاية العام المقبل، بالتزامن مع انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية في ديسمبر 2024. فإيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل، أثيوبيا على فكرة قالت بصوا بقى، القوات بتاعتنا اللي متمركزه داخل الصومال، سواء بعثه الاي تي ام اي اس دي انتهت او جت بعثه جديده او قديمه، احنا مش ماشيين من الاراضي الصوماليه، ومنطقه جيدو دي اللي فيها ثلاث مطارات هنقفل المطارات دي كلها. ودخلوا بالفعل وسيطروا على الثلاث مطارات داخل منطقه جيدو، واحتلوا منطقه جيدو، وقالوا ايه احنا مش ماشيين لا اول السنه ولا اخر السنه ولا اي حاجه. طب وايه اللي يفرق معاك لما اثيوبيا تسيطر على الثلاث مطارات اللي موجودين في اقليم جيدو وتتواجد عسكريا بشكل كبير؟ قالك لا ده كارثة. ليه؟ اولا الاقليم ده ما فيهوش غير الثلاث مطارات دول اللي انا قلت لحضرتك عليهم، ده اولا. وعلى فكرة الموضوع ده طالع من صحيفة جارديان صوماليا او صوماليا جارديان، دي صحيفة في الصومال، يعني ده مش تغريدة مثلا على الانترنت، ده صحيفة تقولك كده، وتقولك ان سيطرة القوات الاثيوبية على الثلاث مطارات دول هيمنع نقل القوات المصرية جوا. خلي بالك، هي الجيش لما بيجي يتنقل ما بيتنقلش بطيارات، لازم تنزل في مطارات، يعني ممكن يتنقل بهليكوبتر والكلام ده كله، مش قصة يعني، بس ده تصعيد اثيوبي، هي مؤشر ان اثيوبيا مش تنسحب من الاقليم ده، واثيوبيا خلاص حطت ايديها. تاني حاجة، الاقليم ده فيه اكتر قواعد عسكرية بتسمح بتحركات عسكرية كبيرة داخل الاقليم، فاثيوبيا بتتواجد في قواعد عسكرية بيقال ان هم 8 قواعد، وفي ناس تقولك 10 قواعد عسكرية، مش كبار، صغيرين، بس اثيوبيا مسيطرة على الموضوع ده واستغلت انها موجودة لمحاربة جماعة الشباب الصومالية، وهيفضلوا قاعدين بقى. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان الطريق البري الوحيد للاقليم ده بتسيطر عليه حركه الشباب، فهل اثيوبيا اتحدت مع حركه الشباب الارهابيه بدل ما تحاربها اتحدت معاها عشان تدافع عن الاقليم ضد القوات المصريه، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ مش بس كده، اثيوبيا ابتدت تدفع بتعزيزات عسكريه ضخمه تجاه منطقه جيدو وتجاه الحدود مع الصومال، وقالت من هنا ورايح بقى احنا لازم ندافع عن حدودنا، لان احنا مش هنفضل ندافع عن حدودنا داخل حدودنا، لا احنا هندافع عن حدودنا داخل الاراضي الصوماليه. شبه كده ان اثيوبيا فرضت السيطرة بتاعتها على جزء او اقليم داخل الاراضي الصومالية. فهنا اثيوبيا مش تتكلم بس انها عقدت اتفاقية مع ارض الصومال اللي هي جزء من الاراضي الصومالية وانفصلت عنها ومش عاوز ترجع لها تاني، لا، انت بتتكلم عن منطقة جديدة بقى، منطقة جيدو دي قالت لك والله دي بتاعتنا، واحنا من هنا ورايح مش هندافع عن اراضينا من داخل حدودنا. اثيوبيا سوف تعترف بنا كدولة مستقلة، سوف يصبحون أول دولة تعترف بصوماليلاند عقب التوقيع على مذكرة التفاهم هذه. وخد بالك إن الكلام ده طالع بعد ما أبي أحمد طلع في مؤتمر وقام قايل يا جماعة أي حد هيهز وحدة الأراضي الأثيوبية ويحاول يعتبرنا لازم تعرفوا إن إحنا هنزله، هو قال كده بالظبط. والحقيقة الكلام ده كلام خطير جدا. طيب سؤال، ليه مصر لما اثيوبيا عملت كده مصر ما اتحركتش وراحت تضرب اثيوبيا؟ لسبب بسيط جدا، ان لحد دلوقتي بعثه الاتحاد الافريقي ما انتهتش مهمتها، فكل اللي بتعمله اثيوبيا ده داخل شرعيه الاتحاد الافريقي. هتنتهي مهمه الاتحاد الافريقي دي امتى؟ هتنتهي اخر السنه شهر ديسمبر القادم، ومفروض البعثه الجديده تبتدي مهمتها في شهر يناير، بس في شهر ديسمبر هتبان اثيوبيا هتنسحب من الاقليم ده ولا والله تقول لك احنا قاعدين بقى ورونا هتخرجونا ازاي واحنا احتلينا اراضي صوماليه جديده. تصعيد عسكري في منتهى الخطورة. ماشي، هل اثيوبيا تكتفي بكده؟ لا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اثيوبيا اوعزت لارض الصومال اللي هي قالت لها هنوقع معاك اتفاقية، قالت لها على فكرة احنا خلاص قربنا نخلص الاتفاقية القانونية. يعني ايه؟ يعني خد بالك ان دلوقتي اثيوبيا
كانت راحت لأرض الصومال قالت لها أنت انفصلتي من الصومال صح؟ إحنا عاوزين ناخد منك 20 كيلومتر عشان نبني ميناء عسكري وميناء تجاري على سواحل أرض الصومال دي، وده اللي عمل المشكلة كلها. فبعد أثيوبيا ما راحت تعملت الموضوع ده، مصر اعترضت وأرسلت قوات للصومال. ماشي كده؟ سوف تكون هذه نقطة بداية في تعاوننا مع شعب صوماليلاند الشقيق لكي ننمو ونتطور معا ولضمان أمننا المشترك. وكما أعلن مرارا من قبل، فإننا لا نأمل في استخدام القوة ضد أي طرف، بل بدلا من ذلك فإننا سوف نستخدم ما سنحصل عليه، ميناء بربرة، بشكل تعاوني. هذه هي الأخبار الجيدة التي نحملها لشعب إثيوبيا وصوماليلاند مع كل السلام والتنمية في اليوم الأول من العام الجديد. الحقيقة دلوقتي إثيوبيا قالت لأرض الصومال احنا خلصنا او قربنا نخلص الاتفاقية القانونية بقى، يعني هم خلاص هيوقعوا، قال لهم احنا قربنا نخلص الاتفاقية القانونية معاكم، استعدوا ان احنا هنوقع الاتفاقية دي خلاص في تحدي لمصر والصومال وتركيا. والحقيقة ان معنى كده إثيوبيا هتاخد أرض الصومال وتخش داخل أرض الصومال وتاخد اقليم داخل الاراضي الصومالية. ماشي، هل أرض الصومال سكتت؟ لا، الظاهر كده بإعاز من إثيوبيا أرض الصومال النهاردة طردت البعثة الثقافية المصرية داخل أرض الصومال، وقالت لهم على فكرة أنتوا عندكم مركز ثقافي مصري داخل أرض الصومال، اطلعوا بره. وديتهم مهلة 72 ساعة لإخلاء المقر بتاع البعثة الثقافية المصرية الموجودة داخل أرض الصومال، وقالت لهم لازم تغادروا البلاد في خلال 72 ساعة، في تصعيد واضح جدا. طيب أرض الصومال قالت كده ليه؟ قالت والله في مخاوف أمنية على أرواح المصريين، فإحنا خايفين بس عليهم، لازم يمشوا ويسيبوا البلد. وأوعزوا أو الإعلام بتاع أرض الصومال أوعز وقال على فكرة ردا على إرسال قوات مصرية داخل الصومال، إحنا كمان هنصعد وهنوقع الاتفاقية مع إثيوبيا قريبا جدا، وهنصعد ضد قوات مصرية اللي هتصل للصومال أو الموجودة في الصومال. الحقيقة ده تصعيد خطير جدا، إثيوبيا تتحرك عسكريا ودبلوماسيا ضدك. مش بس كده، اوعى تنسى ان إثيوبيا حاولت تقفل بوابات السد اكتر من مرة عشان تمنع عنك المية، بس من كتر الفيضان إثيوبيا اضطرت تفتح البوابات، بس بعد كده هتقفله تجاهك. فدلوقتي انت عندك إثيوبيا بتصرح ضدك سياسيا وبتتحرك عسكريا وبتتحرك كمان تبع أرض الصومال. طيب هل إثيوبيا تسكت كده؟ لا، حصل موقف تاني خطير جدا. دلوقتي الصومال قالت انها مش عاوزة اي تحركات للطيران الاثيوبي على اراضيها او في مطارها اللي موجود في مقديشيو، قالك والله مش عاوزين نستقبل طيران اثيوبي. هي واريتريا، ماشي، اريتريا نفسها جمدت حساب شركة اثيوبيا للطيران او الطيران الاثيوبي عندها ومنعت وجود الطيران الاثيوبي على اراضيها. امشي بس معايا، ده الكلام هيحلو. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان طيران اثيوبيا محاصر، مش هيعرف يتحرك في أجواء بتاعة أريتريا ولا يتحرك في أجواء الصومالية، فيعتبر كده مقفول المجال الجوي بتاعه أو فقد طريقين مهمين جدا كان بيعمل فيهم رحلات وحاجات زي كده. طيب إثيوبيا تعمل إيه؟ راحت للسودان والحكومة السودانية وطلبت منهم إن الطيران الإثيوبي يبتدي يعمل في مطار بورت سودان. مطار بورت سودان ده مطار مهم جدا قرب الحدود المصرية، بس تاني إحنا بنتكلم على طيران مدني مش طيران عسكري. بس إثيوبيا بتحاول تتقرب من الحكومة السودانية الشرعية اللي موجودة في البلاد، وبتحاول انها تشغل الطيران الاثيوبي داخل بورت سودان عشان تاخد مسار جديد وعشان تجيب رحلات جديدة وتبتدي تنشط الطيران الاثيوبي. خلي بالك من ضمن الاتفاق اللي عقد بين ابي احمد وارض الصومال ان اثيوبيا هتعترف بارض الصومال وهتديها اسهم في الطيران الاثيوبي، وده امر مهم جدا وخطير. هنا كانت البداية في مشهد أشعل فتيل التوتر من جديد بين إثيوبيا والصومال وأحيا 7 عقود كاملة من الخلافات بين البلدين. ففي الأول من يناير الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوصل لاتفاق مع موسى بيه عبدي رئيس أرض الصومال غير المعترف بها دوليا، تمنح بمقتضاه الأخيرة مرفأ لإثيوبيا على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بها. طيب سؤال بقى، إثيوبيا لما دفعت قوات تجاه الحدود بتاعت أرض الصومال ودلوقتي بتسيطر على إقليم داخل أرض الصومال وبتحتل مطارات والكلام ده كله، هل الجيش الإثيوبي قوي للدرجة دي؟ الحقيقة في تطور خطير جدا، إثيوبيا ابتدت تفقد مدن على حدودها الشمالية. يعني ايه؟ يعني خد بالك نتيجة لسحب إثيوبيا قواتها من شمال إثيوبيا ودفعهم تجاه الحدود الصومالية، لازم تعرف ان حركة فانو اللي هي ميليشيات الأمهرة مش بس سيطرت على معابر حدودية بين إثيوبيا والسودان، دي أسقطت امبارح مدينة مهمة جدا وابتدت إنها تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية في تصعيد خطير جدا.
مش بس كده، لازم تعرف النهاردة طلع كلام ان قائد حركة تجري ابتدى يتكلم مع اريتريا. طب ويفرق معاك في كده في ايه؟ الحقيقة اللي يفرق معاك حاجة واحدة بس، ان اثيوبيا بتتهم ميليشيات الامهرة، بتقول والله اصل اللي بيدعم ميليشيات الامهرة هي الحكومة بتاعت اريتريا، واريتريا عاوزة حركة الامهرة دي تنفصل عن اثيوبيا وتاخد اراضي جديدة بدعم من اريتريا. خلي بالك اريتريا مستضيفة قاعدة عسكرية بتدرب فيها قوات ميليشيات الامهارة دي، او ده اللي طالع من اعلام الاثيوبي يعني. فدلوقتي قائد حركة تجري بيقول ان هو اتكلم مع اريتريا. طيب اللي طالع في الاعلام ايه؟ عشان بس ابقى صريح معاك، اللي طالع في الاعلام بيقولك على فكرة المحادثات بين حركة تجري واريتريا هي بدعم اثيوبي، يعني اثيوبيا راضية عن المحادثات دي. بس كان ده مش صح. ليه؟ لان انت لما تشوف اريتريا بتدعم ميليشيات فالو اللي هي داخلة تاخد جزء من الاراضي الاثيوبية، هل من مصلحة اديس ابابا او اثيوبيا انها تشوف قائد حركة انفصالية بيتكلم مع اريتريا؟ احنا هنهرج يعني؟ هل ده حاجة تصدق؟ ويقولك اصل والله ابي احمد راضي عن المحادثات دي. راضي مين يا عم؟ ده قائد ميليشيا انت كنت بتحاربها اللي هي ميليشيات تجري دي او التي بي ال اف. فالامر ده خطير جدا. التوتر الامني في اثيوبيا تحديدا في اقليم تجراي متواصل، كما التحشيد العسكري من اكثر من طرف، بعد الكشف قبل أيام عن حشد أريتريا جنودها وإرسالهم لدعم القوات الأثيوبية في مواجهة جبهة تحرير تجراي. أعلنت هذه الجبهة أن قوات أريتريا شنت هجوما واسع النطاق على مناطق في الإقليم يسيطر عليها مقاتلو الجبهة. ده حاجة. حاجة تانية، ميليشيات فانو قالت على فكرة لما يطلع رئيس هيئة أركان الجيش الأثيوبي ويصفنا بأننا عصابات مصرية، أو أن أريتريا بتدعم الميليشيات بتاعت فانو دي بدعم مصري، وأن مصر هي بترسل أسلحة لأريتريا وأريتريا تبعتها للميليشيات فانو، ده كلام سيء. وقعدوا يشتموا في الحكومة وقالوا إحنا بناخدش أسلحة من مصريين، إحنا بنقوم كده نتيجة للظلم اللي إحنا تعرضنا ليه ونتيجة للقهر بتاع الجيش الأثيوبي، فإحنا قايمين ضده. فده يوريك قد ايه التصعيد، وقد ايه اثيوبيا اصلا بتتهان في الشمال بس عامله ذكر وداخله تحتل اقليم داخل الاراضي الصوماليه. السؤال بقى المهم جدا، تركيا فين؟ يعني خلي بالك ده سؤال انا مش لاقي له حل. تركيا ما بتهددش تجاه اثيوبيا خالص، واي تحرك بتقوم بيه اثيوبيا تركيا مش شايفاه. بالعكس ده تركيا حاولت تصلح بين اثيوبيا والصومال وفشلت، يعني حاولوا ان هم يعقدوا اتفاق سلام بين اثيوبيا والصومال بحيث ان اثيوبيا تقنع الصومال انها تاخد ميناء عسكري على السواحل الصوماليه. ففين تركيا؟ الحقيقه لما تيجي تبص هتلاقي ان تركيا حركت الاسطول العسكري بتاعها على طول السواحل مع الصومال. ده امر. تركيا بتدرب العساكر الصوماليه والجيش الصومالي بحيث ان هم يبقى استخدامهم للاسلحه يبقى فيه شكل من اشكال التطور. تركيا حاليا وفقا لبلومبرج بتعمل موقع لاطلاق صواريخ الفضاء داخل الصومال، فما يغركش الصمت التركي. وفي حاجه بس عاوز اقول لك عليها مهمه جدا، هو ايه اللي خلى اثيوبيا يجي لها صدمه من تواجد القوات المصريه في الصومال؟ لان اثيوبيا كانت معتقده ان مهما تعمل في الصومال ففي تواجد عسكري تركي، وعمر المصريين ما هيعرفوا يجوا الصومال ادام الاتراك موجودين، والاتراك هيمنعوا الصومال انها تتقرب من مصر اصلا، لان العلاقات بين تركيا ومصر كانت سيئه جدا. فاثيوبيا كانت بتلعب على الحته دي، فجاه لقت ان مصر تقربت مع تركيا، ولقت ان الرئيس المصري موجود في تركيا، ولقت ان الصومال جايبه الجيش المصري لعندها. فده امر خطير جدا. اهلا بكم في ملف اليوم، معكم يوسف الشريف. يمضي قطار المصالحة المصرية التركية نحو محطة جديدة مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، ذلك بعد أكثر من عقد من الجمود السياسي بين البلدين، وهي زيارة السيسي الأولى إلى تركيا. زيارة تأتي كمحطة جديدة في سلسلة التقارب التركي المصري التي تسارعت وتيرتها منذ زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، تلك الزيارة التي سميت بزيارة كسر الجليد. إثيوبيا صدمت من التحركات السياسية المصرية، كانت عاملة حسابها ان الصومال دي مقفولة على الجيش المصري، فجأة لقت الجيش المصري موجود، وده عمل هزة جامدة جدا عند اثيوبيا وربكة كبيرة جدا، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. خلاص دلوقتي اثيوبيا هي مش عاوزة تتحرك ضدك، هي عاوزاك انت اللي تضربها. خلاص وفاهمة كويس جدا انها لو اتحركت ضدك هتصطدم بيك وبالجيش التركي. بس السؤال هنا، اثيوبيا لما تسيطر على اقليم هل الاتراك هيفضلوا ساكتين ان اثيوبيا مسيطرة على اقليم ولا لا؟ الصدام العسكري الاثيوبي المصري مش بعيد، وخد بالك طول ما في قوتين موجودين على نفس الارض ممكن يحصل صدام في ثانيه او في اخرى، ده امر مش مستبعد. وخد بالك تاني، لو ما حصلش صدام عسكري بين القوات المصريه والاثيوبيه الموجودين في الصومال، لازم تعرف ان ارض الصومال
هتفعل الاتفاقية المشتركة مع أثيوبيا عشان تبتدي تبني الميناء اللي بموجبه مصر هتعترض على حاجة زي كده وهتتدخل عسكريا. فأنت قدامك خيارات كتيرة جدا للصدام المصري الأثيوبي، سواء سد النهضة، سواء احتلال إقليم الصومال، سواء بقى ميناء على أرض منفصلة من الصومال وعاوزين يبنوا ميناء عسكري وده مصر مش تسمح بيه. فالملفات كتيرة جدا للصدام بين مصر وأثيوبيا. وتاني هنشوف الدور التركي هيبقى عامل ازاي، هل هو صمت يسبق التحرك ولا تركيا مش تعمل حاجة من الاول للاخر وهتسيبك انت للتعامل في الموضوع ده من الاول للاخر. في الاخر يا رب اكون شرحت حضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر، رب انصر العرب، ويا رب انصر فلسطين يا رب. تحيا مصر، سلام. السما السما حميك يا رب العالمين.